احد هالفيديوهات كان للكوتش غسان سركيس اللي سجل صدمه، لانه الكل اللي بيعرف غسان وتاريخ غسان السياسي بيعرف انه غسان الى جانب حياته الرياضيه كان في عنده عشق كثير كبير للتيار الوطني الحر او لشخص الجنرال ميشيل عون وللتيار الوطني الحر. ففوجئنا بهيدا الفيديو انه طلع علينا غسان سركيس بحديث يختلف تماما. حتى انا شخصيا لما بعثوا لي صرت اطلع تشوف اذا في دوبلاج، يعني هل في حدا عم بيحكي انه حاطط غسان بس عم بيحكي كلام تاني. فلا، تفاجأت انه غسان هو عم يحكي هيدا الحكي. يعني شو اللي ببرر اللي كنا نسمعه من غسان سركيس قبل واللي سمعناه هلا، يعني بهيدي القساوه وبهيدا الحقد. يعني اعداء التيار اذا بتطلع واحد عدو للتيار الوطني الحر، عدو للرئيس او عدو للجنرال او عدو للوزير باسيل، ما بيحكي الكلام اللي انت حكيته. شو اللي خلاك تحكي هيدا الكلام؟ ما تقول لي صحوه ضمير او صحوه وطنيه. لا، هذا مش وليد اليوم. انا اذا بتتذكر حولوني على محكمه حزبيه من وراء انتخابات نادي اتحاد الباسكتبول. اي، اجى رشح احد الاشخاص يلي سيئي الذكر كان معي بالشانفيل، وشفنا طريقه تعامله يلي كانت كثير تشيب معنا بالرياضه عم بحكي. اوكي، فجاه بنلاقي انه صار بده يتدخل بانتخابات اتحاد الباسكتبول، بيطلع قرار انه كل انديه التيار يدعموا مرشح الفلاني. فنحن ادعينا كمدربين وهذا، لقينا انه في خطر، يعني رحنا عملنا بيان معاكس وايدنا الشخص يلي مرشحينه القوات اللبنانيه، بس لانه نحن ما عندنا هالتفرقه، نحن الشخص المناسب بالمكان المناسب. بيقوم بحولنا على محكمه حزبيه حضره جنابه، وبيتصلوا فيي وسبيتهم على التليفون وصار اللي صار، وطلعت مع الزميل هشام حداد بحلقه ناريه وفرجيته المسجز وفرجيته، يعني من هونيك بلش الخلاف. حتى هشام امبارح قايل شيء انه كمان ما ضل في حدا، بس اللي صار انه انا كنت طالب شوفه لاشرح له الوضع، انه انتم غلطانين خيي بالسبور، ما تدخلوا، ليش عم تدعموا هذا الشخص والى ما هنالك. بتشوف ما كان يعطيني معه، تشوف الوزير كان بدي اشوفه له لجبران، لانه اوكي. هلا انتبه بهالسياق كله، على اساس نحن هن بيقولوا انه حزب، انا ولا مره فت بلجنه معهم ولا اشتغلت عمل حزبي نهائيا. انا كانت تربطني صداقه، اول شيء بلشت حب الجنرال عون وقت كان قائد لواء ثامن ايام الحرب، لانه كانت بلش يرجع يصير في عندنا جيش من بعد ما عانينا من الميليشيات، وهيك صارت القصه. بعدين حرب التحرير ما في حدا ما بيأيد يحرر بلده. بس اخر لقاء كنت انا وياه بالرابية عم بساله كيف الوضع، شو بده يصير، كان قبل يمكن بجمعتين ثلاثه من جلسه الانتخابات الرئاسي، بيقول لي اليوم بعد الظهر بتسمع جبران باسيل بده يحكي من بعد اجتماع التكتل، كان نهار ثلاثه، بيقول لي كلمه انا عملت لي شوك، قال لي جبران باسيل قائد. يا اخي قال لي شاب حلاوه يمكن بقبلها، قال لي فتح العصر وافلاطون بقبلها، بس قائد من وين جبت له صفه القياده؟ شو في شيء جبران باسيل بيقدر تقول عنه انه قائد لتمشي وراه؟ يا اخي نحن مش غنم، ما فيك تجير انت نضال. بس هي بعد قد ايه؟ هون انتين انتخبوا، هي من قبل الانتخابات بلش يصير في تباعد انا وياهم بالفكر، ولادي بالعائله، يعني انا وعائلتي ما حدا منهم كان كارل ناشط بالثوره، من الشباب اللي بنحكي عنهم. هلا بنحكي عن الثوره على طول، موجود انا ولادي ولا مره كانوا طيار، كانوا يتصلوا في من الطيار انه يا اخي في انتخابات بالجامعه خلينا على القليله، ولو كارل ورالف ما بيجوا وستيفي ما بدهم ينتخبوا، ما حبون من اساسهم يعني، عرفت؟ فنحن مانا عائله طيار. بس انا برجع بقول لك كانت تربطني صداقه، وكنت مآمن انه هالشخص بيوصل على رئاسه الجمهوريه بيتغير كل الاداء. كرهنا رؤساء جمهوريه، يعني مش كرهناهم، انتقدنا الرئيس سليمان والرئيس لحود الى ما هنالك، بس ما كرهنا رئيس. اليوم الشعب بيكره رئيسه، الاكثريه الساحقه من الشعب اللبناني بتكرهه، بدهم يزعلوا خيي. انا كنت زعلان على 40 سنه لانه ايماننا بهذا المشروع. على اساس انتم بتنتخبوا، بطل في انتخابات، شال لغى الانتخابات وحط جبران، على اساس نحن بنفصل النيابه عن الوزاره. نحن مانا غنم، نحن مش غنم، رح اقول لك اياها من اخرتها. اخر لقاء انا صار مع الجنرال عون قبل ما طلع على القصر، من بعد ما طلع على القصر ولا مره زرت القصر الا بزياره خاصه مرتين او ثلاثه لعند صديقي يلي كان قائد الحرس الجمهوري العقيد سليم فغالي، وما زلت بعده شلوه. جنرال كل العالم كانت تحبه، انت هلا عم بتقول صح، وكل العالم تفائلت خيرا انه هيدا الشخص لما يوصل على قصر بعبدا البلد رح يصير جنه. صح. شو صار غسان؟ شو صار؟ طلع انفجار طير بيروت، اعتقلوا وغطوا له وجهه، الليالي نزل له صورته
بتعرف قلت لهم لاولادي، قلت لهم اعملوا جروب وين في صوره خي روحوا شيلوها ونزلوها وعملوها، خلوا يجوا يعتقلوكم. نحن بين تكي وتكي، يا بيعتقلوني الي، انا عم اقول لك يا بيعتقلوا ابني كارل. كارل ابني بيلعب باسكت، ربيوا على الباسكت، ربيوا على انجازات السبور، ضحوا بالسبور، بيعمل سبورتس ايفنت. كارل قاعد بالثوره، هيدي الصوره للشاب يلي واقف ومعه مغطى حاله بالعلم ومتزورين وياهم من ورا. هيدا كارل بالخط الامامي قدام 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 مع نمور المجلس. لك عيب عليهم واللي شعبهم ضدهم. نحن شو جبرنا ننزل؟ انا امبارح كنت تحت وكل يوم بدي انزل معهم قبل ما ارجع سافر. بيجوا بيقولوا لي انت من بعد ما رحت على السعوديه تاخرت تغيرت. انا صار لي شهرين ثلاثه رحت على السعوديه، انا تغيرت من 4 سنين، بس ناطر انه بلكي هالزلمه لا بيوعى. خربوطه. لما قال لي جبران باسيل ليدر، من بعدها بكم يوم كنت معزوم عند احد الاشخاص مع جروب من صحفيين، هالشخص مسؤول بالمقاومه. بتعرف شو قلت له؟ قلت له جبران باسيل رح ياكل كتاف عمه ويطير له نضاله. هي من 4 سنين الحديث، ما رح اقول مين، مع مين كنت، من 4 سنين. وهيدا الكلام كنت ردده قدام كل اصحابي، انه جبران باسيل خطا مميت ارتكبه الجنرال عون بحق حاله وبحق لبنان، انه سلم وزير البلاط الصهر يلي خرب الدنيا. انا ما عندي، بيقولوا لك عندي خلاف شخصي نهائيا. هي الصوره اللي حطيتها انت وياه هلا، بتعرف ليه؟ كنت طالب منه موعد من قبل ما حولني على المحكمه لا اشرح له انه انت ماشي بخط غلط، انتخابات الباسكتبول بعده عنا، ما تفوتوا خيي، ما قالك تفوت بالباسكت. طيب انت ليه بده، بتعرف ليه بده يسيطروا على الباسكت؟ لانه الباسكت لعبه شعبيه كثير كبيره، جمهور دعم الشانفيل. نحن كنا معك اوكي، دعم الانديه شيء والتدخل بالاتحاد وتسيطر على الاتحاد. وتعمل هيك انا كنت مؤيد للتيار الوطني الحر، كنت مآمن انه بس شفنا كل شيء كانوا يقولوا لنا شعارات العالم بيرفع شعارات، قالوا لا لما وصلنا على الرئاسه يا اخي لك اعتقلوا لنا حرامي واحد، لك واحد كسر قفل، واحد سرق سياره، ما شفنا شيء. ساعه الابراء المستحيل، بيت الحريري خربوا لبنان وابراء وما في ابراء. بعد شوي في رئاسه شنقلوا بجبران ومشي وياه، طلع قال عن نبيل عن الرئيس بري بلطجي وشفته شو صار. لك بعد جمعتين صلحوهم طالع مشنقلوا وياه انه وياه صار له خي شو بك؟ بيروحوا بيعملوا اتفاق مع عرب ومن ثاني مال يا اخي ماشي بعدهم عايشين بالمتريس هن ولايات القوات اللبنانيه، هذا بمترس على عون وهذا بمترس على القوات. نحن شعب قرف، نحن شعب بدنا ايادي جديده، نحن شعب بدنا نكافح الفساد. وهلا من بعد الامله النوويه اللي انفجرت، نحن شعب بدنا الحقيقه، نحن شعب بدنا نرد لها العقل. شو بدك تقول للعالم؟ راح لبنان لك شو بالهم؟ بيروحوا بيعتقلوا واحد مزق صوره ولك كيف لهم عين؟ كيف لهم عين يقولوا ما تسبوه؟ لك اليوم يلي ما بيسب الرئيس بيكون عم يعمل خيانه عظمه بلبنان. يلي ما بيسب الرئيس. العالم بدها شيء، بدها ناس ضحت لبلدها ناضلت، مش واحد يوصل بسيف له. انا رح اقول لك بالمرحله المقبله شو يعني، شو عنده رصيد هالقائد الجديد يلي بدهم يركبوه قائد على كل لبنان وبده يتدخل بالشردي والوردي وبده يركب حكومات وبده هو بيقول لك انا يعني هو بيقول لك لما يسال بيقول لك هذا الشخص اثبت جدارته وما خذلني ولا مره، خذل الشعب مش المهم يخذله له، اذا هو شايف النور من 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 وين بيقولوه من عينيه. خذل الشعب اللبناني خي كل الشعب انخذل. بدي اسالك قد ايه بعد كانوا يقولوا نحن 75% بيحكوا بهاللغه الطائفيه البغيضه انه نحن بنمثل 75% من الشعب المسيحي، ما في واحد منهم بيسترجي يمشي على بشارع، يروح على مطعم، يفوت على فرمشيه، ما بيسترجوا، اختفوا. بدي اسالك شغله ثانيه، انفجار مثل هيدا ما بينزل فخامه الرئيس بيمشي بالشارع بيشوف العالم؟ انا بدي اقول لك شغله، انا برجع بقول لك كان تربطني علاقه صداقه واطلع على الرابيه كل 15 20 يوم مره. بس سؤال اساله لقله اذا شي مره طلبت منه خدمه لإلي او لاحد افراد عائله. ما زالك بطل بتحبه؟ لا طيب. صدمت لانه بطل. انا ايديه صدمني. قبل ما تبطل تحبه، لو انت بتحبه عن جد ليه ما طلعت وصرحته بحقيقه شعورك؟ ليك واخذت معك طيب. كذا واحد مثلك عنده طيب. ايه في حدا بيقدر يفتح موضوع جبران باسيل عنده؟ يعني اليوم ما في ولا سياسي لبناني بيقدر يمشي الا بين جماعته، الا بين جماعته، يعني بدك تحط له بين جماعته، حط له جماعته بيمشي بيناتهم، شل له جماعته ما بيقدر يمشي. اذا نزل جبران باسيل او فخامه الرئيس مشيوا بالجمايزي، وين عم يمشوا هن؟ وين عم يمشوا؟ عم يمشوا عن جماعتهم اذا بدنا نحكي بالمنطق الجماعه. اوكي يا خي مش معقول ما تنزلوا تشوفوا الناس البطرخ خي. انا بدي اقوص على كل العالم خي، لو كان المسيح والنبي
عايشين، كانوا اجوا مشوا حافيين عقزاز البيوت اللي تكسرت وطعموا الجياع وشفيوا المرضى والمنصبين وواسوا اللي راح لهم قتله. لك ما اجا، ما بينزلوا خي، ما بينزلوا بيمشوا بين العالم ليه؟ لانه العالم ما بدهم اياهم. شو معناتها؟ يعني سقطوا. طب يعني سقطوا بدي منك يجي ماكرون العالم عليه. بس شو قالوا امبارح؟ امبارح شو قالوا؟ شو قالوا؟ قالوا خلي يروح ماكرون يمشي بباريس كان بين الناس المتظاهرين ضده. اوكي في مش كل باريس معه، يعني بعت الجنرال عون وجبران على باريس بيمشوا بباريس بين الفرنسويه وبيسلموا عليه ويمكن بيتصوروا معه. ماكرون خلي ينزل ماكرون ممكن يضربوه بالبيض او اوريدي ضربوه. برافو. واجا واحد لبناني ارمني عيط له قطع ليه جبت الصدق واجا حكي هو ياسر شفناها كلنا. نحن هاي وين بتصير؟ وشفت كيف حكي باي طريقه والمرافقين معه ما حدا منهم قال له كلمه. هون كانوا دغري لفوه واخذوه وطلعوا له قصه مخدرات وطلعوا له قصه ما بعرف شو. بدي منك كلمه اخيره للرئيس عون. مش لا ما بدي وجه له رئيس، بدي انا بدي وجه كلمه لهالثوار يلي انا نزلت شفتهم. طيب. وانا نزلت من بعد الانفجار مش ثاني نهار ثالث نهار نزلت لعند جمعيه من تشرين شباب من كل الطوائف عاملين كامب بالجمايزي صبايا وشباب من تشرين وغير من تشرين عم بينطفوا شوارع بيروت. انا بدي اقول لهم انتم جيشنا وانتم قوة امننا وانتم امن دولتنا وانتم الجمارك تبعنا وانتم جهاز الامن العام تبعنا، انتم لبنان، انتم نوابنا، انتم رؤسائنا، انتم رؤساء وزرائنا. هيدا الجيل الجديد يلي بيحب بعضه، الجيل الفتي الجديد يلي فقد اتصاله مع كل السياسيين وخاصة مع رئاسة الجمهورية. أنا بدي أقول لهم تحية كتير كبيرة لألكم. لرئيس الجمهورية بدي أقول له، بقول له الله يسامحك على كل الوعود يلي وعدتنا إياها وما عملت شيء. همه يوعى الصبح يشوف الكرسي ناطرته لياخذ الدوش ويجي يقعد عليها. That's it. أنا بتحمل مسؤولية كلامي ويطلعوا ياخذوني بقول لهم عنواني وهن بيعرفوا. يمكن أنتين آخر مرة أنا معير دولي بسيارتي ما بيقدروا يعرفوا إنه في شو عم بيصير ببور بيروت. لك عيب بقى خلصنا منهم. غسان انا بدي اتشكرك. انا بس كمان.